السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، هل يمكن القول أن المنظمة استطاعت تحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها بعد مرور أكثر من نصف قرن؟ الحقيقة أن الأهداف لم تتحقق كلها إلى الآن، ولكن هناك سعي من مصر بالذات، وخاصة في ظل الرئيس السيسي، ان بدفع الامور الى الامام لحدوث تحقيق الاهداف. ما هي الاهداف؟ الاهداف التنمية، صحيح، الوصول بالانتاج الافريقي الى درجة معينة، بحيث يستغني الافارقة عن الاستيراد من الخارج بهذا الحجم، وتصنيع المنتجات والموارد المحلية وتصديرها نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل. هذا الهدف هدف مهم جدا سعى إليه الرئيس السيسي من خلال شيئين. أنه في قمة، في اجتماع حين رأس الاتحاد الأفريقي في قمة في عام 19 و20، كان يحاول أن يدفع بالتحرك الافريقي نحو هذا الهدف العظيم. الهدف العظيم الذي هو الاستغناء عن الاستيراد من الخارج بقدر الامكان. صحيح. وذلك لضعف وجود العمله المحليه، العمله الصعبه. والاستغلال الامثل لطاقات القاره السمراء وكنوز هذه القاره. سعاده السفير، على مدار العقود الماضيه كان للدور المصري يعني دور كبير في الحفاظ على روح الميثاق الخاص بمنظمه الوحده الافريقيه منذ اول قمه استضافتها القاهره في يوليو عام 64. بشكل عام، كيف تقرا الدور المصري في المساهمه بحل مشاكل القاره ووضع هذه المشاكل على اجنده العالم؟ والله الحقيقة مصر لم تتوانى إطلاقا في تقديم جهدها كله للعالم الأفريقي. يعني توجد الآن منشئ في وزارة الخارجية صندوق المصري للتعامل الفني مع أفريقيا، وهذا الصندوق حقيقة قدم خدمات كثيرة جدا للدول الأفريقية من حيث التدريب وتأهيل الفنيين في مجالات متعددة. يأتون القاهرة للحصول على تدريبات وعلى رفع مستوى الأداء في عدد من المجالات، وهذا الموضوع مستمر إلى اليوم على نفقة الحكومة المصرية. صحيح. الحقيقة ثم إن مصر تقدم قوافل طبية، صحيح، للدول الأفريقية، وتنشئ عيادات طبية في كثيرة من أفريقيا تساعد على علاج المرضى الأفارقة والنهوض بالقطاع الصحي الأفريقي. الآن أيضا توجد شركات مصرية تستطيع تمويل المشروعات، وهذا أمر مهم جدا. صحيح. لأن التمويل ينقذ أفريقيا، كل أفريقيا تعاني من عدم التمويل. يعني هي أدوار في مجالات متعددة. مصر لم تتردد لحظة واحدة منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في دعم الأشقاء الأفارقة. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا. شكرا جزيلا لك.